بعد مرور صيف قاس، أصبحت سماء بوتسوانا تعج بالنشاط والحيوية. هنا كل مولود جديد يحتاج إلى التحرك وبسرعة. تلد الثيران البرية في بداية موسم الأمطار لضمان وجود الكثير من الطعام لحديثي الولادة. هذا العجل يبلغ من العمر بضع دقائق، وغريزياً يستطيع الوقوف على قدميه. هذا هو الوقت الأكثر خطورة في حياته. موسم التكاثر لدى الفريسة هو موسم مفتوح للمفترسين المتعطشين للدماء. ذكر النعام هذا مسؤول عن الفراخ حديثة الولادة، وهي مسؤولية كبيرة عند عبور الأراضي العشبية المفتوحة. إن كانت مفترسة أو فريسة، فإن الانتقال لمكان ما بنسل جديد دائماً يكون وقتاً صعباً. إحضار الأطفال إلى ساحة المعركة يعد شراً لا بد منه. ونسبة للبعض، فإن القاعدة الأولى هي عليك التحرك لتبقى حياً. يبلغ عمر ظبي الإمبالا هذا بضعة أيام فقط، لكنه قد لا يعيش لرؤية يوم آخر. يوفر القطيع له بعض الأمان، لكن عليه اتباع خطوات أمه، وإلا ستكون النتائج قاتلة بحقه. ليست الظباء الحيوانات الوحيدة التي تعتمد على أسرتها من أجل الأمان، فقطعان الفيلة تتكون من الإناث وعجولها. يغادر ذكور القطيع حين يصلون لسن المراهقة وحين يتعلمون الدفاع عن أنفسهم. الأمهات والبنات والأخوات والعمات يذهبون باتجاه السافانا من أجل الطعام والماء. زعيم القطيع هو الأم الحاكمة، أقدم أنثى والأكثر حكمة بينهم، مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة في الحياة. يتبعها القطيع إلى حيث تقودهم. ستقودهم لأطول فترة ممكنة. لا وجود للقتال هنا ولا صراع للهيمنة. إنه المكان المثالي للنمو وتعلم أسرار الحياة بوجود عالم معقد ومتغير باستمرار. بفضل حماية القطيع يكتسب هذا الصغير المهارات التي يحتاجها ليبقى حياً. هناك الكثير ليتعلمه، لأن الصائدين في السافانا دائماً ما يبحثون عن ضحيتهم التالية. وعزل الضعفاء والصغار هو سر نجاح صيدهم. تربية الصغار جزء حيوي من الحياة لحمايتهم من المنافسة الشرسة. مجموعة الكلاب البرية هذه تتقاسم فيما بينها عبء التغذية والدفاع عن جراء زوج القائد. وجبة اللحوم المتقشرة اليومية تساعدهم على النمو بسرعة. حين يبلغون من العمر 3 أشهر، يستعدون لمغادرة العرين وتعلم الصيد. في ضربة واحدة
استطاعوا مضاعفة حجم مجموعتهم، مما زاد من قوة المجموعة. لربما ما زالوا مبتدئين، لكن مع الخبرة سيصبحون أعضاء ذوو قيمة في هذه العائلة الشرسة. لضمان بقاء المجموعة على سطح هذه الأرض القاتلة، تزدهر عائلة الكلاب البرية على التعاون والمشاركة، لكن حياة العائلات الأخرى بالطبع ليست بهذه السهولة. في عرين الأسد، على كل فرد معرفة مكانته، وإلا سيواجه العواقب. قد يحكم القطيع ذكر الأسد القوي، ولكن اللبوات هن من يقمن بالعمل الشاق. يقدمنا الصيد. ومهارتهن أسطورية. تحت سيطرة قائدهم، تساعد الإناث بعضهم البعض في رعاية الأشبال لإعطائهم أفضل فرصة للبقاء. مواجهة ضد قطيع من الجواميس، وعددهم يفوق هذه الأسود. يعرف باسم الموت الأسود، ويبلغ طول الجاموس حوالي 2 متر، ووزنه 900 كيلوغرام. عندما تكون هدفاً للسفاحين، يجب أن تتمكن من الدفاع عن نفسك. قوة حمار الوحش تظهر عندما يتعرض للعدوان. على المفترس أن يكون قوياً ليواجه هذه الوحوش الخطيرة. حتى الكلاب البرية حذرة. لاحقاً، في ظل حرارة الظهيرة الباهتة، نرى العائلة بكاملها تستريح. بالنسبة لحيوان النمس، فإن التكتل معاً في وقت الغفوة هو مفتاح نجاتهم. فليس كل واحد يأخذ بعض الوقت للخروج في وضح النهار. بضربة واحدة من مخالبه، يمكن لنسر الماريشال خطف نمس نائم بسهولة. لكن مجموعة النمس هذه لا يمكن العبث معها. يبدو أن تبجحهم يعمل. مهما كنت صغيراً وضعيفاً، فهنالك نصر دائماً في الاتحاد. للتغلب على المنافسة، يجب على الأسر هنا أن تبني أساليب فريدة لضمان بقائهم. مع أكثر من 30 نداءً مختلفاً، تتواصل قرود الفيرفت بطريقة مميزة. فنداؤهم ليس للبقاء على اتصال وحسب، فهو سلاح حيوي في المعركة ليبقوا أحياء. بعمر 6 أشهر، يصبح القرود الصغار أكثر استقلالية، يبحثون في الأرض مع بقية المجموعة. لكن التجول بعيداً عن سلامة المجموعة يجعل الخطر يقترب أكثر فأكثر. السفاح القاتل.
تنشر قرود الفيرفت عمليات مراقبة دائمة. تستخدم عائلات أخرى التواصل فيما بينها كدفاع. إن بوتسوانا هي الموطن لأكبر عدد من الأفيال الإفريقية. باتحادهم ما زال كفاحهم مستمراً، الاستماع مع أقدامهم وأجسادهم الضخمة. هو نظام الإنذار المبكر الفريد لدى الفيلة، وقد نجح وتم تجنب الخطر، وهذا الصغير آمن الآن. لكن الجفاف القاتل يرفع المخاطر. آخر مصادر المياه المتبقية تحت حراسة مشددة من قبل كبار المفترسين. إن شراسة بعض الحيوانات تتجه فقط للحيوانات المفترسة. يتزاوج ابن آوى مدى الحياة، هذا الذكر نراه قد انفصل عن شريكته. يحتاج أن يجدها بسرعة أو سيفقدها أمام اللصوص. عندما لا يكون التفوق حقاً لك، فعليك الكفاح من أجل الهيمنة. في قطيع الثيران البرية، الفوز في معركة للحصول على مرتبة القائد يعني أنه من حقك التزاوج مع من تريد. تحكم الذكور المهيمنة مجموعة من الإناث، فأي اقتحام على عائلته سوف يعتبر تحدياً. تتنافس الذكور الثيران البرية على تعزيز الإناث. هذا الذكر المنافس مصمم على الإغواء. في مكان آخر من السهول، نرى الزرافة تتحرك مشكلة صورة ظلية لا خلاف فيها بسبب عنقها الطويل. لكن لم يكن الأمر هكذا دائما، فكان لأسلافهم منذ 7 ملايين سنة رقبة أقصر. فلما حصلت الزرافة على مثل هذه العنق الطويلة؟ هل امتدت مع مرور الوقت لتتغذى على الأوراق التي لا يطالها أي حيوان ولتضمن بقاءها؟ لدى الزرافة نفس عدد عظام الرقبة مثل البشر، ولكن طول كل فقرة 25 سنتيمتراً، تحوي وصلات فريدة من الكرات والمفاصل، وهذا يحول رقبتها إلى سلاح قوي. داخل القطيع يقاتل الذكور من أجل الهيمنة. ليس لديهم قرون لتصطدم أو مخالب لتقاتل، فيستخدمون رقابهم عوضاً عن ذلك. يبدأ الخلاف بقليل من الدفع هنا وهناك حتى يتخذ أحدهم الخطوة الأولى، وهنا تبدأ المعركة. طول رقبة الزرافة 2 متر وتزن 270 كيلوغرام. رقبة الزرافة كالكرة المدمرة، حيث يتبادل الذكور ضربات عنيفة. كلما كانت أطول ازداد التأثير. بعض الضربات تكون قوتها كافية لكسر العظام. قد تضرب الزرافة قبالة أقدام الخصم. ليتم التزاوج فضلاً عن حقوق التربية، هذا يعني حرفياً وضع رقبتك على المحك لتمرير جيناتك نحو الأجيال القادمة. حتى أكثر الحيوانات المفترسة في إفريقيا في بعض الأحيان تنقلب على بعضها. هذه الوحوش القاسية إخوة سوية،
يحمون أراضيهم وأسرهم. ستحدث أكثر الهجمات دموية، فإن محاولة سرقة شريك من داخل عائلتك له عواقب. الإخوة يتحولون من شركاء إلى أعداء. لقد وضح الرئيس ذلك. هذه الأنثى ليست للمشاركة. بمجرد حل النزاعات العائلية تعود الأسود للمواجهة المباشرة مع الأنواع الأخرى. أقوى الجيوش الحيوانية في إفريقيا هو قطيع الجاموس. الآلاف القوية يسيرون مباشرة إلى أرض العرين. هذا التجمع الضخم من العضلات المميتة كاف لكي يهرب معظم المفترسين. لكن ليس هذه العائلة الشرسة من الأسود. إنهم يعرفون ضعف هذا الجيش المخيف. من بين المحاربين المتمرسين العجول الجديدة عديمة الخبرة.